في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية. أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة في استقبال دفعات جديدة من مستفيدي وحدات مشروع خليفة الإسكاني. وقال وزير الإسكان إن الوزارة استأنفت توزيع وحدات مشروع مدينة خليفة الإسكاني على دفعات جديدة من المواطنين المستفيدين، وذلك بعد أن شرعت في توزيعه مع بداية تنفيذ أمر سمو ولي العهد، لتستمر بعملية التوزيع حتى منتصف الأسبوع الجاري. وأشار الوزير باسم الحمر إلى أن الوزارة تسعى نحو تسريع نسب الإنجاز في كافة مراحل العمل في مدينة خليفة التي تشهد تقدما كبيرا بحسب الجدول الزمني المعد لتنفيذ حزم المشروع المختلفة أسوة بباقي مشاريع مدن البحرين الجديدة، والتي يبلغ عددها 5 مدن إسكانية يتم العمل بها وفي وقت متزامن بهدف سرعة تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، لا سيما المراحل التي قامت بها الوزارة بتخصيصها وتوزيعها على المستفيدين مؤخرا. وأوضح أن هذا التقدم الكبير في إنجاز المدن الإسكانية الجديدة يعود إلى الرعاية الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للخدمات الإسكانية، والتوجيهات المستمرة للحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد.